ويا اهلا وسهلا يا سادة من قلب باترسون نيوجيرسي بجانب نيويورك، واليوم راح اتجهز لعرس صاحبي، عرس صديقنا احمد نصار اللي استقبلني في بيته مئات الايام. هذا الحكي في هيوستن، ولكن صار النصيب ولقى شركة حياته هنا في باترسون نيوجيرسي، والعرس راح يصير هون. واليوم راح اشتري اول بدلة في حياتي. حياتي ما اشتريت بدلة، اللي هو بدلة العرس. دائما تعرفين النظام بالاردن، خلص تلبس احلى لبس عندك وبتروح، لكن هنا في امريكا لازم تلبس بدلة. فمين راح يشتري البدلة وينقي لي يا الله؟ بس جبتك على الاول مكان، وراح نشوف اذا هذا اول مكان، اذا بي قاطات حلوه وراح نقرر من عندها. قاطات يعني بدلات، عايز تصير انا اترجم ولا انا اشتري؟ مش فاهم. ايش توقع حقها؟ كلش رخيص، 500 دولار 600 دولار. كلش رخيص 500 600 دولار، كلش رخيص. ايات جيتس. ايات بيزوس. للداشات يا جماعه. طب ليش جبتي لنا ميسز ايات؟ ليش ميسز؟ معروف انه هو ببدلات رجاليه كلش حلوه، وهم يعني اسعار جدا مناسبه. تحكيش مناسبه 600، تحكيش مناسبه. لا داشة قويك، مو 600 يعني، تتحصل ب 200 دولار، تحصل ب 150. والله اسعارها كلش حلوه. وصلنا الان على قسم البدلات في ميسز. بلشنا نطلع على البدلات، ورجينا الصوره بدنا اياها، فخلينا نشوف شو الوضع. هاي قصيره شويه. لا 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 مش هيك. هنا العم ما شاء الله من مصر، وبلش اللي بقلنا بدلة متكتكة مرتبة على كيف. شوف اخوان جسمي والله انه لبيس، بلاك مش لبيس جسمي. شكرا. البنطلون ماس كم؟ 38 38 32 ايوه كده. بعرفش مقاسي 38 يعني كده. بعرفش مقاسي انا بتذكر زمان كان في اشي 30، قلت 38 كان يضربني. قدر 30. احنا تقريبا هربنا من ميسز مش عشان اسعار، صح؟ صراحة كان اكو رخيص. ها بس انت الرخيص ما يعجبك، تريد غالي، بس الغالي ما تقدر تدفع له. عمي المصري اللي جوا، احنا اسف، احنا بس ميسز بجنن، بس احنا ناس ماكلين هوا. وصراحة البدلات اللي شفناهم تقريبا طلع توقع صحيح بالبداية، وشوية اكثر. اكو بدلات قريبة ل 1000 دولار، بس ويا التخفيض يصير 600، بس حضرة الاخ هنا يريد وحدة ب 100 دولار. احمد نصار الف مبروك. ألف مبروك أحمد. في نقود هنا في أمريكا؟ إيش؟ في نقود؟ إيش يعني نقود؟ تعرف شو نقود؟ لا. لا بتمزحي. شو يعني؟ بعرف إيش نقود بالعراق. لا نقود هذا هي الأموال الذي تدعم فيها العريس لما يتجوز، كهدية منك إله بتعطيه فلوس. لازم؟ الإجباري، مش إجباري هو، بس أخلاقياً يعني إنه صاحبك وكذا بدك تعطيه نقود. بالأردن بيعطوا نقود حسب مثلاً 200 دولار، 100 دولار، المنطقة اللي أنا فيها عشان قروية بعطوا تقريباً يعني 50 دولار. 100 دولار مرات، بس هون في امريكا قديش نقود؟ امريكا هون في تريبل. ايش قد الواحد يجمع من عرسه؟ كنا يا جماعه 30 قوط، الواحد بيلم من عرسه حسب هو ومحبه الناس له، بس تقدر تلم من عرسك اذا الناس بتحبك وامورك تمام التمام وانت مش مقصر مع الناس، بتلم 30 40 الف دولار في امريكا. نو واي. بتلم 30 40 الف دولار في امريكا، صح؟ كلها من المعازيم؟ كلها من المعازيم، بس هناك توك. عم طالع فلوس العرس 40 ل 50 الف او من 30 ل 40 الف اذا الناس بتحبوك هون في امريكا. انا حكيت مع الشباب اصحابي اللي هون في باترسون، ودلوني على مكان بعيد من هون 5 دقائق تقريبا، وهذا المكان فيه البدلات ارخص من هيك بكثير. هذا المكان اللي حكونا نروحوا عليه اللي هو نوردستروم راك، موجودين هون. وآيات بتقول لي هذا قريب على ميسز، فخلينا نشوف شو الوضع جوا. يا جماعة أنا كان ببالي إنه ميسز مال ناس لو إنكم صراحة يعني. شوف يا جماعة، بس طلع إنه أكو ناس تريد بعد أقل 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 من ميسز. ميسز لو إنكم؟ يا إريز لو إنكم. ميسز شاد السنس مشتري من عنده. تقول لي لو إنكم مين؟ العظيم رخيص. أحمد نصار ألف مبروك أخوي. واو. فتشي صح؟ مش حقها، كلها بعشر دولارات. من انطاك يا؟ اللي جابني على هذا المكان صديقي اسمه علي المغني، مغربي الجنسية، دقوا فيها يا جماعة في التعليقات. 160 دولار البدلة مع البنطلون، 160 دولار مع العلاقة، مع آيات. بعد ما قضينا يا جماعة ساعتين طلع الشباب صادقين، إذا أنت بدك تجيب كل واحدة لحالها على ذوقك بزبط معك الموضوع، فجبنا بدلة جدا بتجنن وأحلى من شفناها عند ميسز بألف مرة، وهسا وحنا طالعين نشوف سعرها قديش، وإن شاء الله بالعرس راح تشوفوا الأوتفيت كاملة كيف إنها فخمة أول مرة يا جماعة طلعت.
اول مره بحياتي البس بدله، ومو دائما بلبس قمصان، وخان طلعت لبيس، طلعت حلوه. وحانت الان لحظه الحسم يا ساده. شوف البدله كامله في امريكا في نيو جيرسي في باترسون قديش راح تطلع لعرس صديقنا العزيز جدا احمد نصار. انا لحد انا بحكي احمد عزيز بس بعد شوي صراحه شغله ثانيه. يا جماعه طلع كل اللي اشتريناه هون اللي بميسيس طلع تقريبا 800-900 دولار، هون باقل من نص السعر طلع ب 400 هاومش 421 and 82 سنت 421 دولار و 68 سنت. احمد نصار الف مبروك يا اخوي، الف مبروك يا اخوي. هاي من غير الانقطه، من غير الانقطه. والله يا اخوي اسمع، انا شكلي راح احضر عرسك وانا طالع اعطيك البدله، بقول لك خذها يا اخوي انقطك. السلام عليكم. ولقد وصلت الان الفندق اللي موجود فيه الشباب، هذا المكان الموجودين فيه بس مش عارف شو حاطهم ورا الفندق، هيك كلهم ملتمين هون. وايات راح تتكمل تسوق، راحت على التا تجيب شغلات وسوالف زي هيك. الله هلا 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 جماعه هيوستن، يا حي الله يا حي الله العريس، يا حي الله، يا مبروك يا مبروك يا مبروك. المكان اللي وديتني عليه مان اقل من نص السعر. اخذت شيء من هناك؟ اخذت بدله كامله مع كامل مكمل. قديش توقع سعر طلع؟ 300 دولار 420. حلو. جبت شيء مرتب؟ جبت شيء يعني مرتب؟ يس انا بدله كامله. جماعه المغاربه عارفين السوالف هاي، والله يا عمي احسن ناس والله. بحبكم برشا بزاف وايد كل شهواي. كان بغيكم بزاف بزاف، كان بغيكم بزاف بزاف. ايش رايك في المغاربه؟ بقول لك نبغيك نبغيك ونموت عليك واي واي. وانا جبت لكم كسكس مغربي. الله 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 الله. احنا عملنا لاحمد زفه اردنيه فلسطينيه، والان نعمل له زفه مغربيه. يلا يا جماعه بالسياره الشباب، يلا يلا يلا. سلام سلام على رسول الله الى جيل جسدنا محمد. اللهم الجيل علي. اللهجة المغربية عالم ثاني، والله بتحسهم جايبين لهجة من المريخ اقسم بالله. وجينا الان على نيويورك يا سادة، وصلنا البرونكس على مطعم هنا يمني طيب. زي ما بتشوف على الخريطة كنا بهذا المكان في باترسون نيو جيرسي، والان رحنا مباشرة على برونكس نيويورك، والمسافة بينهم بس 30 دقيقة. فنيويورك ونيو جيرسي يعتبروا جنب بعض، حتى في ناس بتكون بدها تروح سياحة على نيويورك ولكن بتنزل في نيو جيرسي لانه بيكون هناك السكنات والفنادق ارخص. فهذا اللي بصير بالضبط. وهينا الان في نيويورك لحتى ناكل في مطعم صديقنا العزيز جدا وانسان اشتغلت معه ايام السلسله. شو هذا المطعم؟ نعم يا ساده، انه مطعم الواحه ببرونكس نيويورك. يا حبيبي كيف حالك؟ كيف امورك؟ شو اخبارك؟ كيف امورك؟ كيف حالك؟ كيف امورك؟ شو اخبارك؟ شوقي صاحب المحل هون. وهذا هو الاكل يا ساده، وصل الان هون في مطعم الواحه في نيويورك عند صديق العزيز شوقي. شوف يا جماعه، شوفوا يا جماعة، يا سلام يا سلام. لا يا رب الأكل اليمني لا يقاوم. بعد ما أكلنا أكل يمني، إحنا وين أبو الهش؟ إحنا في مانهاتن تايم سكوير نيويورك. يا أهلا وسهلا يا سادة يا سادة. شوفوا يا جماعة، صرنا تايم سكوير هون والبابس بتجنن. شايل عدني معاي والشباب بدها تاخذ جوله خفيفه لطيفه هون، لانه في تقريبا نصهم اول مره يدخلوا نيويورك كولايه. هاي هون اجينا على العروض الموجوده هون، ولكن سيدي بعد عروض لقمان لا تقول لي ولا اقول لك، حقي فاضي. لقمان ابن العرب وابن الجزائر هو لقب واحد في هذا المجال. اربع اشخاص عشان يلموا هذا العدد من الاشخاص، ولكن احنا مع لقمان عملنا فيديو كامل هو لحاله جمع مئات الاشخاص حواليه. واكبر تحيه له من قلب نيويورك يا ساده. انتهى اليوم الثاني واليوم ما قبل العرس يا ساده. اجينا نقيف، بس ما نقيف، ايش تسموها ايات انتو؟ نقصف. اجينا نقصف، نقصف. اجينا نقصف البدله من تحت. اجينا عند خياطه عربيه هون بنيو جيرسي في باترسون. يا اهلا وسهلا. خالتي ام أم أحمد، وأنا خالتي أم أحمد هي صاحبة هذا المكان مزبوط. نعم. تفضلي يا خالتي، تفضلي تفضلي، الكاميرا ما بتخوف يا خالتي، تفضلي تفضلي. يا أهلا وسهلا، الله يخليك يا رب. بدنا نزبط البدلة على كيفك، عندي عرس بكرة وأول عرس إلي بأمريكا. لا يعني ديك ديري بالك على الوضع. ما شاء الله، الله يخليك يا رب. إن شاء الله مبروك. لمين العرس إن شاء الله؟ لصديقنا من هيوستن، يعني إحنا ضيوف عندكم هون في باترسون. والله بتشرفونا في عيوننا. الله يسلمك يا رب. دخلنا الآن على الغرفة السرية هون يا جماعة، عن جد عن جد. خالتي خياطة رسمية نفس البلاد إن شاء الله، نفس البلاد موجود هون. عشان هيك إحنا موجودين، عشان حسيس ما نحسسكم بالغربة. الله الله موجود في البلد. الشارع اسمه ليتل فلسطين صح؟ yes.
فلسطين وين؟ فلسطين وين؟ وكله بتلاقي عرب، ريحة الفلافل والشاورما والخياطين الحلوين. الله يسعدك يا رب. طلع جماعة ما شاء الله. ما شاء الله. وأنا خياط تركي. محمد. جنايدن محمد. جنايدن. جنايدن أبي. سنرزم. هاي كلمة مش حافظ غيرها، مش عارف شو اسمها صراحة. والبدل الآن موجود عند الخياط وشغالين عليها، ولكن رحت على مطار جون اف كينيدي سواقة ساعة ونص لحتى اجيب مين؟ يا حي الله نجود يا سادة، صديقتنا العزيز جدا والمصورة الفخمة والراقية اللي راح تصور عرس العريس بإذن الله بكرة وتغطي الحدث كامل ألف للياء، لأنها مصورة مبدعة جدا لأبعد الحدود. والآن وعند بنت السلطان صار الوقت لحتى نأخذ البدلة اللي جهزت. طبعا إخوان اللي سلمنا في البدلة اليوم الصبح هو نفس المحل، ولكن هذا المحل يعتبر الفرع الثاني منه. وين موجود يا خالتي؟ اللي حاب يستفيد من خدماتكم دير بالكم عليه، وين موجود بالضبط؟ 1105 Main Street Paterson. ايش اسم المحل؟ بنت السلطان. يا اهلا وسهلا في باترسون. هون انت حرفيا في بلاد عربيه، ما رضوا يشرجونا يا جماعه على الكوي والشغلات هاي كلها، مع انه هاي الشغلات غاليه. بتذكر في يوم من الايام هجام اشتريت بطلون ودفعت اغلى من حقه على التجييف والتظبيط، اغلى من حقه. مزبوط بتذكر. فهون ما شاء الله دار بالهم علينا. بجننوا. ما شاء الله بجننوا. ايش بيرفع الراس والله. بجننوا. شكرا باترسون، شكرا جالي العربية فيها، يا اهلا وسهلا. وصلنا الان لحلقة لمة الشباب قبل العرس. والآن يا سادة اليوم ما قبل العرس، لا هو نفس يوم العرس ولكن ظل كم ساعة له. فاليوم عندنا هيك عزومة متكتكة مرتبة، والشخص اللي عزمنا اليوم هو كان جار أحمد نصار العريس من 16 سنة بالأردن، وقابلوا بعض هنا في نيو جيرسي بالصدفة، وقابلوا بعض بالمسجد بشكل غريب جدا، واليوم نظموا هيك حفلة خفيفة لطيفة، عشاء، أربع صدور مرتبين متكتكين الأشخاص الجايين طيران. طبعا هذا الحكي موجود في مطعم صاج، استقبلنا وأكرمنا ودار باله علينا. ومين صاحب المحل اللي دار باله علينا؟ عرفنا عن نفسك. عبد الله خاطر. والله والنعم سيدي، حياك الله. إيش السر؟ شو الجمال اللي عندك؟ الهداوة والرواق يعني مان، الخدمة عندك والله العظيم إنها بتجنن. هذا من فضلك وزوكك. الله يخليك يا رب، يعني استقبلت كل الضيوف من كل ولايات عندك. الله حياهم الله. اللي بيجي عليك مطعم صاج في باترسون، وين العنوان بالضبط؟ 1009 مين ستريت باترسون نيو جيرسي. والان يا سيدة وقبل ساعتين من العرس، خليكم جاهزين للفيديو الجاي اللي حيكون فيه ان شاء الله اجواء العرس هون في امريكا، واول عرس بحضره في حياتي. فطلبين على السريع اشتركوا بالقناه يا سيدة، وخليك معي في رحلتي حول ولايه امريكا ويوميات اللي بتجنن. والشيء الثاني تعال على الانستغرام، لانه هذا الحكي موجود على الانستغرام اول باول. واحكي لكم شغله بخصوص الكرفان يا سيدة، اخبار جدا بتجنن بخصوص الكرفان، والكرفان اللي شفتوه قبل كم يوم، وقرات تعليقاتكم كلها بخصوص هذا الموضوع، شو رايكم بخصوصه؟ بإذن الله رح ناخذ القرار الصح في الموضوع، واحكي لكم شو بصير بخصوص الكرفان. هذا الحكي حيكون بالفيديوهات الجايه. في دبركم على نفسكم اصدقائي من قلب باترسون نيو جيرسي، بشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ولا تنسى تشترك بالقناه وتكون في رحلتنا للعشرة مليون مشترك.